بالنسبه لهذا العدد المتتبع اللي عندك، يعني عندك شباب وفتيات، ما عمرك يعني تعرضتي لتحرش اعجاب؟ يا زين مخلي داك الجمال راه كيف يوميا. واحد النهار وانا طلع ليا الدم ديال بصح، طلعت لايف قلت لهم الدراري الله يعطيكم الصحه حتى راكم خوتي وخواتاتي، عندكم انتم خواتاتكم، انتم عندكم مواتكم خوالاتكم، ما تبقاوش تسرطوا ليا المناطق الحساسه ديالكم. قلت لهم معاكم شفت الالوان والاشكال بزاف، زعما بزاف، علاش تصيفطوا البنت نمره التليفون ديالكم ولا تصيفطوا لها زعما واحد المنطقه في شكل ولا شي صوره في شكل؟ زعما راه انا نهضر معاكم وندير لك بلوك، نخسر عليك واحد الحاجه سينيالي بلوك صافي. يعني لهاد الدرجه كاين؟ لهاد الدرجه مالوغوز يشوفوا البنت تشوف سخط مورا لي لايف، مع تتقطع اللايف مع تدخل الخاص تقول اللهم طولك يا روح انا فين عايشه. يعني انت كيفاش كتعاملي؟ انت دائما بلوك بلوك سينيالي، اي واحد خلى كومونتير في شكل ولا هادي ولا معيور ولا شي تصويره في شكل بلوك سينيالي. ولات عندي واحد المناعه شخصيا، ولات عندي واحد المناعه، راه 4 سنين وزيدونه في الدومين شفت ما يكفي ما يكفي، راه قلت لهم شفت الاشكال والانواع ولات عندي واحد المناعه قويه. فاطمه معزي ميك اب ارتست، كنا كنلاحظوا بزاف اولا الجمهور اولا المتتبعين ديالكم كان كيلاحظ بزاف انك انت وفاطمه كنتوا مقربات، يعني مقربين صديقات، دائما كتنزلوا صور مع بعضياتكم، كيكون دي زيفينمون كتكونوا مع بعضياتكم، كيفاش علاقتكم اليوم؟ ما بقيناش صحابات مالوغوزمون، يعني تفارقنا. انا سنسمون بزاف الناس اللي كنت نعرفهم واللي عرفتهم خديت من ديستانس. انا بالنسبه لي اتخذت واحد القرار شخصي، بزاف ديال الناس من حياتي اللي ما بقيتش نهضر معاهم، بقيت بغيت نكون في هذيك واحد الجو ديال النفاق، واحد الجو ديال انا داك الجو ما تيعجبنيش. بالنسبه للبنات اللي تيسولوا العلاقه ما بينات المدونات ماشي ديما تتكون زوينه، ماشي ديما تتكون كما الناس تيشوفوها، تقد هي تسمع هي واحد الكلمه تقلقك وما يعجبكش. واش كتكون غيره؟ كيكون نفاق، يكون غيره مالوغوزمون، تيكون نفاق مالوغوزمون، ولكن هذه هي الحياه. يعني داكشي اللي تتشوف في الحياه، داكشي اللي تتشوف في السوشيال ميديا مضروب في واحد 100 ولا 200، يعني فاسيلمون يقد يكون بروجي ديالك هتاخذيه انت تجي وحده تحرش ناس، ما تبقايش تقدمي من تدخل في خدمتك انها تحرش ناس، تعيط لهم تقول لهم راه هذيك السيده ما خدمتها ماشي معقوله، راه تتفلى على الناس وانت راه ما دايره والو، ترى تبقاي تتفرج تبقى تضحك تقول اللي فيها خير. اغرب الشائعات تعرضت لهم خاوله؟ اللهم طولك يا روح. اكيد حيتاش ملي كتكوني شخصيه عامه ضروري كتبارطاجي بزاف ديال الحوايج مع الناس وفي السوشيال ميديا، اكيد من غير خاوله مسمومه، خاوله قبيحه، خاوله هذوك عادي ولفتهم. الوغ بالنسبه للاشاعات وما اغربهم، الاولى هي لي يا خالد شريف سمع لي بلاك مصيبه. اول واحد قالوا لي انني انا وياه مصاحبين، الوغ انا وياه مصاحبينش، بالعكس بحال خويا، خويا الكبير اللي ما عنديش. وبالنسبه للدوزي شنو الاشاعه اللي طرات؟ واحد ستوري حطيتها تنغني وتنسنابي عادي، وستوري بارطاجاها ديريكتومون في الكونت ديالو. ديك النهار كان بارطاجيها جوج ديال لي ستوري وما دارلاش ريبوست، يعني صيفطتها له ديريكتومون وبارطاجاها في انستغرام، وطلعت في فيسبوك الناس دخلوا يسولوني علاش بارطاجا لك ستوري، ما علاش بارطاجا لك ستوري، انا ما كنت فهمت والو ديك النهار. وشخصيا ما باغاش نوضح علاقتي في هذا الموضوع ولا علاقتي به، والناس زعما حاولت نتفادى الاجوبه ديال على هذا السؤال. بالنسبه انا عندي ليك شائعه واحده اخرى، انني كنت شفتها بزاف كتروج في مواقع التواصل، انك انت دائما كتسافري لتركيا، وكانوا كيقولوا على انك انت كتمشي لتركيا، بغيتي تزوجي من تركيا، تزوجتي من تركيا؟ لا ما تزوجت، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا خاتم لا والو، ولا تزوجت راه نقولها لكم نتوما الاولي. وصحيح الهدف ديالك انك تزوجي واحد من تركيا؟ هو الحق يتقال، ما عمري ما تخيلت راسي اني نتزوج مغربي. ما تلاقيت مع مغاربه ما عجبنيش كيفاش الكاركتر ديالهم، تنقول يمكن شي واحد يقدر يتفاهم معايا مع الكاركتر ديالي، ولكن ماشي تركي بالضبط، التركيين تيجوني شويه باردين لي زيموسيون ديالهم.